اهلا بحبايبنا طلاب الصيدله في فيديو جديد من فيديوهات علم العقاقير. معاكم الدكتور مصطفى محمود حجازي. هنتكلم في الفيديو ده عن الارجوت. الارجوت ده فنجس، تمام؟ هو بالانجليزي ارجوت وبالعربي برضك اسمه ارجوت. هنقول الاوريجين كده حته حته من الاوريجين عشان ايه، مع الصور بحيث ان احنا نبقى مستوعبين الكلام ماشي ازاي. ده درايد سكلاروتيوم، دي يعني السكلاروتيوم دي اللي خارجه من سنبوله الايه، من السنبوله اللي قصادنا دي، تمام. درايد سكلاروتيوم اور ريستنج ستيج اوف ذا فانجس كلافيسيبس بربوريا. الريستنج ستيج بالظبط زي البذره، تمام كده. هي الريستنج ستيج الحاجه اللي بتعمل جيرمينيشن وبتدي بعد كده الايه، اللي بتدي الاجيال اللي جايه، زي البذره بالظبط لما ازرع. ده الريستنج ستيج اللي هو اسمه سكلاروتيوم بتاع فانجس اسمه كلافيسيبس بربوريا، فاميلي كلافيسيبتيسي. developed on the ovary، طالع طبعا من الاوفري، of the rye plant اللي هو نبات الجودار. الراي بلانت ده الاسم اللاتين بتاعه اللي هو سيكل سيريالي، فاميلي جرامني. طبعا باين قصاد مني سنبوله، تمام، فيبقى النبات ده من عيله القمح اللي هي عيله الجرامني، تمام. هل معنى كده ان هو ممكن ما يطلعش على اي حاجه من الجرامني؟ ممكن يطلع على اي نبات تاني من الجرامني، ممكن يطلع على القمح، تمام. ده فطر انفكشوس، تمام، ممرض للنبات، بيصيب الاوفري بتاع الراي بلانت، الراي بلانت، تمام. وبينمو زي ما احنا شايفين قصادنا كده، بيطلع بره السنبوله. ده الريستنج ستيج او اللي احنا بنقول عليه سكلاروتيوم. لو احنا بصينا هنا اهوت على السيدز اللي موجوده قصادنا دي، هنلاقي موجود في قلبيها خالص، يعني بعد ما اتجمع الايه، بعد ما اتجمع القمح او الراي، تمام، بيبقى موجود في قلبيه الايه، السكلاروتيوم دي. السكلاروتيوم دي المفروض تحتوي على الاقل 2% توتال الكالويدز اوف ارجوت كالكوليتد از ارجوتامين، تمام. السكلاروتيوم دي بيحصل لها جيرمينيشن زي ما احنا شايفين، فتدي حاجه شبه عيش الغراب كده، تمام، بتبقى مكونه من ستوك، تمام، وستروما. دي الستروما اللي هي الهيد اللي شبه ايه، شبه الهيد بتاعت المشروم، تمام كده. لو احنا بصينا على الهيد دي هنلاقي جواها حجر صغيره اسمها بريسيشيا، بريسيشيا، تمام. البريسيشيا دي لما احنا نكبرها شويه كده هون، تمام، اللي هي الجيوب دهيت او الفجوات دي، هنلاقي جواها حاجه اسمها اسكي سبورز. السبورز دي اللي بتطلع بعد كده وتصيب نبات تاني، بتصيب اوفري بتاع نبات تاني، تمام، في الايه، تعمله انفكشن مره تانيه. يبقى نراجع تاني، نقول ده درايد سكلاروتيوم اور ريستنج ستيج اوف ذا فانجس. فانجس اسمه ايه؟ كلافيسيبس بربوريا، فاميلي كلافيسيبتيسي، developed on the ovary of the rye plant. الراي بلانت اللي هو النبات الجودار، اسمه اللاتين سيكل سيريالز، سيريالي، فاميلي جرامني، تمام. دي السكلاروتيوم باين قصادنا خالص اهين، تمام. والحته البيضه اللي فوق دي اسمها سفاسيليا، الحته البيضه اللي هي الايه، اللي لونها جريش وايت دي، تمام، اللي فوق خالص، فوق فوق السكلاروتيوم دي اسمها سفاسيليا. الميكروسكوبيكال كاركتر بتاعت السكلاروتيوم، الشيب بتاعها زي ما احنا شايفين سب سلندريكال، بتبقى شكل اسطوانه، اسطواني كده، بيبقى فيها من 3 ل 4 3 to 4 سايدز، تمام، بتبقى ليها اربع جوانب، من 3 ل 4 جوانب، بتبقى مبططه يعني، تمام، بتبقى تابرنج توارد ذا اندز، تمام، بتبقى مدببه من الاطراف، يبقى بتبقى حاجه اسطوانيه ليها 3 ل 4 جوانب، بتبقى مدببه من الاطراف. اللون بتاعها، الكلر بتاعها بيبقى براونش تو نيرلي بلاك، بيبقى لونها اسود يعني مد على بني كده. لو انا كسرت واحده من جوه هلاقي بينك شويت، لونها ايه، ابيض وردي كده، بالاضافه هلاقي فيه خطوط داركر لاينز راديتنج فروم سنترز. لو انا كسرت واحده، تمام، هلاقي من جوه زي ما قلنا بيضه وردي كده، لون ابيض وردي، تمام، فيها خطوط غامقه خارجه من السنتر، من المركز.
لو احنا بصينا على الطرف بتاع التابرنج ان هنلاقي في حاجة اسمها سفاسيليا. السفاسيليا دي small grayish white remains بتبقى موجودة في الابكس بتاعتها، تمام، بتبقى زي حاجة كده لونها رصاصي مبيض، تمام. الأودر عندي تبقى ريحة مش مستحبة للسجرية والوحشة، تمام، كاركترستيك. الريحة دي بتبان أكتر لو أنا جيت خدت شوية وطحنتهم مع أي ألكالاي، تمام، عملت تراتيوريشن، يعني خدت السكلاروتيوم دي وعملتها تراتيوريشن أو تراتيوريتد وز ألكالاي، يعني طحنتها كده ومزجتها مع أي ألكالاي، تمام، هتبقى الريحة دي برونونسد، هتظهر أكتر، تمام. التيست عندي اويلي ديسجريبل. طبعا احنا حاطين علامات استفهام لان هي لو قصاد مني طبعا هي مش هتبقى متاحه قصاد منكم في الكليه او في المعامل غير في المتحف، او هتنزل لكم كده في من حاجه ديمونستريشن، انما محدش هيضطر ان هو يمسكها او يدوقها، انما لو هي موجوده قصاد مني يعني ما اظنش ان انا هدوقها ابدا، تمام. دي حاجه فيري توكسيك، جواها حاجات الكالويدز فيري توكسيك، تمام، بتسبب كونديشن توكسيستي اسمها الارجوتيزم، يعني اللي هياكل القمح او الراي دوت اللي بيحتوي الارجوت هتحصل له يعني ارجوتيزم، دي حاجه بشعه جدا. يعني انا هوريكم صوره منها، يعني هي دي اقل صوره في البشاعه بس هنشوفها دلوقتي برضك عشان نبقى عارفين الكونديشن بتاعتنا دي، او النبات بتاع او الفانجس دون ممكن يسبب ايه بالظبط. الميكروسكوبيكال كاركتر، لو انا خدت قطاع عرضي تي اس في السكلاروتيوم دي هلاقي في عندي منطقتين، الاوتر ريجيون، تمام كده، الاوتر ريجيون دي بتبقى خلايا كومباكت فيري كومباكت مضغوطه، تمام كده، بتبقى لونها دارك بيربل، تمام، بتبقى اوبليتريتد مطموسه، تمام، صغيره كده ومزنقه ببعضيها مطموسه يعني، تمام كده، ان ريجولار لونجيتيودينال روز، ومرصوصه في صفوف طوليه. لو احنا بصينا عليها كده هو هنلاقيها الخلايا دهيت اللي هي الاوبليتريتد اللي هي المزنقه الصغيره خالص اللي هي اوبليتريت دي يعني تكاد تكون مطموسه، يعني ايه يعني مضغوطه ببعضيها كده اهوت، تمام، هلاقيها مرصوصه في صفوف طوليه، تمام، دي الاوتر ريجن. الاوتر ريجن دي لو انا حطيت عليها 66% سلفوريك، لو انا خدت تي اس وحطيت 66% سلفوريك هيديني ريد كلر، لو انا حطيت او كلورال هيدريت، تمام، وهيديني فايولوت كلر لو انا حطيت الكالاي. يبقى كلر اوف اوتر ريجون هياخد ريد اذا حطيت 66% سلفوريك او كلورال هيدريت، تمام، واذا انا حطيت الكالاي هيديني فايولوت كلر. الباقي بقيه الطبقات اللي تحت الريميندر دي بتتكون من حاجه اسمها سودو بارينكيما، هي حاجه شبه البارينكيما كده، تمام، يعني تقريبا ممكن نقول ان هي ممكن تبقى الى حد ما مدوره او اوفال، الى حد ما قريبه شويه للايه للبرينكيما، تمام، وفارينج ان سايز، تبقى ثين، طبعا دي من ضمن الصفات اللي موجوده في البرينكيما، كالرلس هايلي ريفراكتيف كايتينيوس وول، تبقى ريتش في الفيكسد اويل والبروتين. طبيعي ده ريستنج ستيج، فمن المنطقي ان هو عايز ينمو بعد كده فيحتوي فيكسد اويل وبروتين، واحنا قلنا الناس ما سودو بارينكيما، فانا لو فاكر البارينكيما كويس هفتكر ان البارينكيما ليها تقريبا بتبقى راوندد، تمام، بتبقى ثين وول كلرليس، هنا بقى نضيف هنا في ان هي هايلي ريفراكتيف وليها كايتينيوس وول. طب ليه انا بعرف الكلام ده او باخد الايه الميكروسكوبيكال ده؟ طبعا احنا قلنا بتسبب سميه كبيره جدا لو عندي الدي بتاعي موجود فيه السودو بارينكيما، تمام، هتبقى مشكلة كبيرة جدا، فلازما هاخد شريحة من الفلور الدي اي اللي هو اللي انا شاكك ان هو يكون فيه ارجوت عشان اشوف السودو برينكيما موجودة ولا لا. ادي السودو برينكيما. الاكتيف كونستيتوانت اللي عندي هنا في الارجوت نوعين من الالكالويدز، لايزيرجيك اسيد تايب الكالويد والايزولايزيرجيك اسيد تايب. الايزيرجيك اسيد تايب الكالويد دول 12 الكالويد 6 ايزوميريك بيرز، يعني 6 جواز من ايزومرز،
الليزيرجيك اسيد تايب ووتر سوليبل الكالوين. الاكزامبل بتاعهم الارجومترين، ده اللي يهمني بيولوجيكالي له استعمالات يعني في الصيدليه. الارجومترين اكزامبل، والارجو نوفين والارجومترينين. الايزوليزيرجيك اسيد تايب الكالويد ده انسوليبل في الووتر. لو احنا رجعنا ورا كده، الليزيرجيك اسيد ووتر سوليبل، الايزوليزيرجيك انسوليبل، يعني البريفكس اللي هي موجوده قبل ليزيرجيك الايزوليزيرجيك او سوليبل انسوليبل هتسهل علينا ايه عمليه ان نحفظ انه ووتر سوليبل وانه ووتر انسوليبل. الايزوليزيرجيك اسيد تايب الكالويد بيبقى 5 بيرز 10 الكالويد، 5 تجواز. الاكزامبل بتاعهم الارجوتامين ده اهم واحد فيهم، والارجوزين والارجوكريستين والارجوكريبتين والارجوكورونين. التلاتة اللي هما كريستين وكريبتين وكرونين اللي هما ايزوليزيرجيك اسيد، تمام، دول بنسميهم بالايزومرز بتاعتهم بسميهم ارجوتوكسين. تمام، يبقى ارجوتوكسين، مصطلح الارجوتوكسين ده لما اسمعه اعرف ان ده ميكتشر من ثلاثة الكالويد بالايزومرز بتاعتهم، ارجو كريبتين ارجو كرونين ارجو كريستين، اللي هم فيهم حرف الكاف اللي انا عمال بقول اللي هم ايزوليزيرجيك. طبعا احنا قلنا الارجو الكالويدز اللي موجوده بتسبب كونديشن اسمها الارجوتيزم. زي ما احنا شايفين بيحصل سيفير فازو كونستريكشن، تمام، الاوعيه الدمويه الطرفيه بتنقبض بشكل كبير جدا لدرجه ان الدم ما بيوصلش للاطراف، فيحصل الغرغرينه، تمام، وموت الاطراف زي ما احنا شايفين كده، دي حاله ارجوتيزم. طب احنا حاطين ليه شعار التعبان فوق اللي احنا اللي مزهقنا دايما نحطه على صيدلياتنا باستمرار كده؟ احنا قلنا قبل كده في محاضراتنا ما كان كثيره سم فقليله دواء. انا عندي كونديشن بتعمل سيفير فازو كونستريكشن، تمام، بتقبض الاوعيه الدمويه بشكل كبير جدا لدرجه ان الدم ما بيوصلش للاطراف والاطراف بتموت، فبالتالي انا ممكن استعمل التاثير دوت في حاله لو في بليدنج مثلا، اعمل فازو كونستريكشن، تمام، للمكان اللي فيه البليدنج، تمام، بتركيزات طبعا قليله خالص عن التركيزات اللي بتحصل هنا، عن التركيز اللي مسبب الارجوتيزم، فبالتالي اقدر اعالج النزيف البليدنج. تيست اوف ايدنتيتي، احنا قلنا طبعا ان هو بيسبب كونديشن الارجوتيزم، فطبعا حاجه خطيره وحاجه سامه، تمام، فانا من المفروض ان انا اعمل له ديتكشن في الفلاور في الدقيق عن طريق حاجتين، قلنا كمايكروسكوبيكال فيتشر ان انا اشوف السودو بارينكيما، وان انا اعمل كيميكال تيست. الكيميكال تيست اللي عندي هنا بختبر وجود الارجوتوكسين عن طريق تيست اسمه فان يوركس تيست. الفان يوركس تيست ده الارجوت الكالويد بلس الفان يوركس ريجنت. ايه الفان يوركس ريجنت دوت؟ اللي هو عباره دايميثايل امينو بنزالدهايد داي في سلفوريك مع تريسز من الفيريك كلورايد، فتديني ديب بلو كولر. معنى كده ان لو انا خدت عينه وادتني ديب بلو كولر معناه ان العينه ديت فيها ارجوت، الفلاور دوت الدي ده فيه ارجوت، يبقى انا شفت السودو بارينكيما بدور عليها، بعمل الفان يوركس تيست عشان اشوف الارجوتوكسين الكالويد، بعمل تيست تاني للكالرنج ماتيريال اللي موجوده فيه بيجمنت اسمها سكلاري اريثرين. اريثرين دي من اللي هي اللون الاحمر، احنا قلنا قبل كده لونها ايه من جوه كده بقى لونها بينك شويه كمان، فالصبغه دهيا البيجمنت دي اللي بتبقى موجوده في الارجوت بيبقى طبعا سكلاري من سكلاروتيوم، اريثرين من الاحمر، تمام كده زي اريثروسايتس، تمام. بعمل انا التست ده ازاي؟ بعمل اكستراكشن بايثر، وبحط على الاكستراكت دوت 10 دروبس من دايلوت سلفوريك وفلتر، بحط على الفلتر ده سنتي من ساتوريتد سوليوشن من الصوديوم بايكربونيت، فاذا اداني ريد تو فايلوت كلر في الاكواس لير ده معناه وجود البيجمنت اللي هي سكلاري
سكالاري إرثرين، سكالاري إرثرين. يبقى التست تاني بعمل إكستراكشن للفلاور اللي عندي بإيثر، بحط 10 دروبس من دايلوت سلفوريك، واخد أفلتر واخد الفلتر دوت أحط عليه سنتي من ساتوريت، من كولد ساتوريت سوليوشن من صوديوم بايكربونات، فإذا إداني ريد تو فايلوت كلر في الأكواس لاير طبعا عشان عندي إيثر وحطيت سلفوريك فيه ميه، لما حطيت بايكربونات فيها ميه يعني كده، فيبقى عندي طبقتين، هيبقى عندي أكواس لاير وأورجانيك لاير. فإذا إداني ريد تو فايلوت كلر في الأكواس لاير ده معناه وجود مادة السكالاري ثرين. يبقى بشوف السودو بارينكما، بشوف تيست الفانيوركس تيست عشان الارجوتوكسينز، تمام، بشوف مادة السكلاري ثرين موجودة ولا لا. اليوزز الاستعمالات، احنا قلنا الارجومترين، ارجو دي جاية من ارجوت، مترين جاية من مترينيتي، تمام، اللي هي أمومة، تمام. ارجومترين دي ليها اوكستوسيك افكت، انه عليها مادة اوكسيتوسيك. يعني ايه اوكسيتوسيك؟ يعني بتعمل فاستر ستيميليشن لليوتراين ماسل، بتعمل تنشيط للايه، لعضلات الرحم، فبالتالي بيعملوها بيحقنوها في اخر الفاينل ستيج اوف ليبر تو اسيست ديليفري، تمام، بيحقنوها فهمنا عشان ايه، تساعد في عملية الولادة او بتحمل طلق زي ما بيقولوا كده، فهمت، تخلي ايه، تزود انقباضات الرحم عشان الولادة ايه تتم، لو ايه اليوترس ما فيهوش انقباضات او ما فيش طلق زي ما بيقولوا. احنا قلنا قبل كده ان بتعمل المواد دي ليها بتعمل سيفير فازو كونستريكشن، تمام، فاذا ممكن استعمل مادة الارجومترين تو ريديوس بوست بارتم هيموريج عشان استعمل عشان امنع النزيف اللي بيحصل بعد الولادة، خاصة في الولادات الايه القيصرية السيزيريان بيبقى فيه فتح جامد، تمام كده، بيبقى فيه جرح كبير خالص، تمام كده، في الرحم وفي في جدار البطن من بره، تمام. ليه؟ قلنا البليدنج از ريديوسد بيكوز ذا فازو كونستريكتور افكت. يبقى هنا استعملت السميه، تمام كده، والمثال ده اوضح مثال من ضمن امثله واضحه جدا على كلمه ما كان كثيره سم فقليله دواء، تمام. يبقى ارجومترين اوكستوسيك يعني بيعمل ستيميليشن لليوتراين ماسل، وفي نفس الوقت بيعمل ريديوس البوست بارتم هيموريدج اللي هو النزيف بعد الولاده نتيجه الفازو كونستريكتور افكت بتاعه، خاصه قلنا في الولاده الايه السيزيريان اللي هي القيصريه. ده الارجومترين. عندنا بعد كده ماده الارجوتامين، دي بيستعملوها في الايه، في الاكيوت اتاكس اوف ميجرين، بيستعملوها عشان ايه، الصداع النصفي، يعني ممكن يستعملوها لوحدها وممكن يستعملوها مع الكافيين. لو انا بصيت على الايه، على الصوره اللي في النص دي، هلاقي عندي صداع، الصداع النصفي اللي هو العلامه الحمراء اللي موجوده على دماغ الراجل دي، دي بتقول لك ان دوت ده الصداع النصفي بيجي في ايه، في نص الايه، في نص الدماغ، تمام، ممكن يبقى شامل منطقه العين، فاهمني، بيبقى عين واحده ونص دماغي، تمام. في مكتوب بعد كده في نوع من الصداع ممكن يجي من دايجستيف بروبلم، من الامساك، ممكن الامساك يسبب صداع، طبعا ده غير الصداع التقليدي اللي هو فاهمني اللي بيجي لنا مثلا نتيجه الاجهاد والحاجات اللي زي كده، تمام. ده بيحصل كتير خاصه مرضى الكبد والكلام زي كده، ممكن بيجي لهم امساك، تمام كده، فتتراكم بعض السموم في جسمهم، تمام، فبالتالي ايه يحصل لهم صداع نتيجه الايه كونستيبيشن، امساك. الصوره الثالثه اللي هو الساينس هيديك اللي هو صداع الجيوب الانفيه، بيبقى طبعا ماسك منطقه القوره وتحت العينين كده اهوت. اخر حاله من الصداع اللي هي الايه، حاله من ضمن حالات الصداع اللي هو التنشن هيديك اللي هو نتيجه الصداع اللي بيجي لمرضى الضغط العالي، وطبعا الصداع اللي بيبقى جاي في منطقه الايه اخر الدماغ من ورا كده وماسك ايه اول القفا كده. يبقى عندي الميجرين هيديك، دايجستيف بروبلم هيديك، ساينس هيديك، الايه، وعلى فكره صداع الضغط العالي مش لازم كل مريض ضغط عالي يبقى عنده صداع، 20% بس من اللي عندهم ضغط عالي هم اللي بيجي لهم صداع، تمام. طبعا بيبقى فيه بين الصداع، بيبقى زي ما احنا شايفين في الصوره اللي تحت، بيبقى فيه بين جامد، تمام،
والأدوية اللي موجودة للأسف من الإرجوتامين مع زي الميجرانيل اللي موجود في الصيدلية، للأسف الحاجات دي أحيانا بيساء استعمالها، لأن هو الإرجوت احنا قلنا قبل كده فاهم، خد بالك انت في اللي هو ايه الإرجوتامين، لو رجعنا ورا دلوقتي رجعنا ورا شوية هنلاقيه قلنا ايه لايزيرجيك اسيد تايب، الحاجات اللي هي الدريفاتيفز اللايزيرجيك اسيد والدريفاتيفز اللي بتطلع منه ليها تأثير هالوسينيتنج، فأنا لو خدت قرص للصداع هيعالج لي الصداع، إنما لو خدت أكتر من كده ممكن يسبب لي هلوسة ومشاكل. عشان كده الإرجوت بيستعملوا اللايزيرجيك اسيد اللي طالع منه عشان يحضروا ال LSD اللايزيرجيك اسيد داي إثيلاميد، وده أقوى دراج في الدنيا له هلوسينيتنج افكت. لو احنا بصينا كده اهوت الهلوسينيشن طبعا ان انا ايه اشوف حاجات واسمع حاجات مش موجوده، كانوا طبعا بيستعملوه بيتباع كمخدر بس في تركيزات قليله جدا 75 مايكرو جرام تمام، والهلوسينيشن اللي بتحصل معاه بتبقى بايته ممكن تعدي من 12 ل 24 ساعه، يعني انت اي دراج بالتركيز ده مش هيعمل هلوسة، إنما تخيل ده بيعمل هلوسة بالتأثير ده لساعات طويلة ممكن تبقى تاخد أيام يوم وشوية ويوم وشوية كمان تمام. كان بيتسوق على إن هو اللي هو إيه الفيل البامبي البينك إليفانت، طبعا لو إحنا نفتكر فيلم الفيل الأزرق بتاع قصة أحمد مراد تمام، طبعا هو اصلا استشف القصه من الايه من البينك اليفانت تمام، حاجه زي ال LSD تمام كده بتتسوق زي ما احنا شايفين تحت اسم بينك اليفانت تمام، وبتعمل هالوسينيشن قويه جدا تمام، فمن هنا اظن الفكره جت يعني. يعني احنا دايما يا اولاد فهمي الحياه والعلم مش منفكين عن بعض، مرتبطين. أتمنى إن الفيديوهات اللي أنا برفعها على القناة بتاعتي تمام تخلي تكون بتساعدكم وتخلي مودكم كده لذيذ وظريف، بعد ما تكونوا بعد ما تذاكروا عقاقير تلاقوا إن الدنيا أسهل تمام يعني، وتفتكر دايما إن أنت أقوى من العقاقير. شكرا ليكم كتير.